امبارح انتهت أشهر محاكمة في هوليود واللي تابعها الرأي العام العالمي على مدار 6 أسابيع كاملة، وكان بطلها النجم العالمي جوني داب واللي فاز بمعركته القضائية ضد أمبر هيرد. خلينا نشوف إيه اللي حصل في هذه المحاكمة. بعد 6 أسابيع من وقائع المحاكمة اللي شغلت الرأي العام العالمي، هيئة المحلفين الأمريكية أدانت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد بتهمة التشهير بالنجم جوني ديب، وحكمت له بتعويض 15 مليون دولار، وكمان حكمت عليه بدفع 2 مليون دولار للتشهير بهيرد. تم التوصل للقرار ده بعد مداولات فضلت مستمرة من يوم الجمعة اللي فاتت ولحد امبارح. القصة بدأت لما رفع نجم قراصنة الكاريبي دعوى على زوجته السابقة بعدما نشرت مقال صحفي في 2018 وصفت نفسها بأنها شخصية عامة اتعرضت للعنف الأسري، مع أنها أصلاً ما ذكرتش اسم جون ديب بشكل واضح في المقال اللي كتبته، لكن جوني اعتبر اللي اتقال في سطور المقال تشويه لسمعته لأنها كانت زوجته، فراح رفع دعوى قضائية ضدها وطالبها بمبلغ تعويض 50 مليون دولار. ومع بداية المحاكمة كان في تفاصيل كتير وشكاوى متبادلة بين الطرفين، لكن سر المحاكمة وأقوال الشهود كانت في كثير من الأحيان في صالح جوني ديب. المحاكمة شهدت عرض على الملأ لخبايا حياة النجمين الخاصة قدام ملايين المشاهدين اللي تابعوا وقائع جلسات المحكمة من شهادات وتسجيلات صوتية كشفت تفاصيل خطيرة عن حياة الزوجين اللي بدأت من 2011 لحد 2016 وانتهت بالانفصال والطلاق في 2017. وأثناء جلسة المحاكمة جوني دافع عن نفسه وقال: تم التشهير بي وقالوا علي شخص خطر وبضرب النساء، فقدت كل شيء وانتهيت بسبب تلك الادعاءات. لكن في الحقيقة هيرد عندما كانت بتشعر بالإحباط والغضب كانت بتلجأ لضربي وبتعتدي علي. في الوقت اللي الصراع فيه كان محتدم بين الطرفين اتقال ان جوني ديب وأمبر علشان يحافظوا على علاقتهم ببعض ويفضلوا مستمرين كانوا بيروحوا يتعالجوا نفسيا علشان يحلوا الخلاف القائم بينهم وبين بعض، وده اللي كشفت عنه المعالجة النفسية وقالت إن الثنائي كان بيتبادلوا الإساءة خلال الشهور الأخيرة من زواجهم. وتعرضت شهادة الطبيبة النفسية لوريل أندرسون قدام القضاء في اليوم الثالث من المحاكمة، وسبق وأكد الطبيب الخاص بجوني ديب في إفادة مسجلة تعرضت في المحكمة إن العنف ما انتهاش عند الاعتداء بالضرب وبس، بل اتطور في مرة من المرات وأصيب جوني ديب في جزء من صباعه في المطبخ بعد مشادة قوية معها واعتدائها عليه. من ناحية تانية زعمت أمبر إنها هي كمان اتعرضت للعنف من جوني ديب اللي كان تحت تأثير المخدر. وانتهت هيئة المحلفين إلى قرار يدين الممثلة أمبر هيرد ويطوي صفحة المحاكمة الأشهر في حياة نجمي هوليوود.